وسائد بنقشات خاصة، موقد نار مع دقة الدلة. مفردات الخيمة التراثية لموكب يقع على قارعة طريق السائرين نحو كربلاء، أنشأه عايد منذ سنوات يقصد خدمة زوار الأربعين بحلة مميزة يطغى عليها طابع الإرث العربي الأصيل ورائحة القهوة. عايد ورغم إعاقته البدنية متواصل بنصب هذه الخيمة كل عام، وكل عام تكبر وتكثر خيراتها. نقدم للزائرين القهوة العربية الأصيلة، نحمص القهوة وبعدين ناخذها مرحلة ثانية إلى الدكهة إلى تنعيمها وبعدين إلى تخديرها، ونحاول من القمقم من الدلة الكبيرة إلى الدلة الصغيرة وإلى المصب. أسس هذا الموكب في 2004 وكان موكب صغير بالبداية حيث أنه يجلب القهوة العربية. رغم مريض، رغم ما عنده ويسوي ويليم، وكنا واقفين وياه لبس ثواب الحسين. سمة التفاني والإخلاص للقضية الحسينية التي تميزت بها المواكب البسيطة ومنها موكب عايد، تطغى أجواؤها على المسير الحسيني وتضع بصمة لها على مدار السنين كلما تجددت ذكرى الأربعينية. رجال معاق يخدم الإمام الحسين، يعني هاي ناره مشتغلة، يعني صار له حوالي 10 أيام يخدم، الله يوفقه إن شاء الله. وهذا الرجل جاي يتعب وجاي يعني بعد عن 60 كيلو من منطقة إلى منطقة. خادم هذا موكبه كان صغير، ممكن ما نمر منه نشوف موكب صغير، الله وفقه هاي السنة العام وهاي السنة الموكب كبر. أتمنى التوفيق لكل خدام الحسين من خارج العراق وداخل العراق، وبالخصوص المعوقين الناس العجزة. رغم الإعاقة ولكن هنيئا له هذه الخدمة، موكب تاريخي أثري، قهوة عربية أصيلة. ندعو له الصحة والعافية لكونه معاق، فنشاهد هذه هي أحد المواقف الإيجابية لطريق الإمام الحسين. لبرنامج صباح الخير يا عراق، شيماء جبار، الناصرية.